La nueva Esmara, con sus blancas cúpulas reluciendo al sol y la elegancia del minarete de la nueva mezquita, sus amplias calles y sus simples volumetrías. El censo de la población, 3.000 habitantes, aumenta y disminuye según la lluvia. Son esencialmente ganaderos y comerciantes que han encontrado en la parte oriental del Wad Wein Selwan un tranquilo asentamiento. مدينة سمارة، العاصمة الدينية والروحية بالصحراء، تبلغ مساحة هذه المدينة حوالي 61,760 كيلومتر مربع، ويتجاوز عدد سكانها بحسب إحصائيات 2004 60,415 نسمة، تتوزع بين 40,340 نسمة كسكان أصليين مقيمين بالمدينة، فيما يصل عدد سكان البدو إلى حوالي 20,075 نسمة، ولازالت المدينة تعرف نمواً سكانياً سريعاً بسبب الهجرة إليها. الحديث عن سمارة أولاً لابد أن نعيدها إلى السياق الأول اللي كان سبباً في موضعها، موضعها الأصلي ألا وهو الذي كان سبباً لمجال استقرارها وهو الماء. وهذه المدينة كباقي تجمعات البشرية والسكانية في أنحاء المعمور شئ لها أن تنشأ على ضفة وادي سلوان الذي كان سبباً أو موضعاً أساسياً لي نشأتها وهو الموضوع الأصلي. كذلك سميت بالسمارة نسبة إلى نبات السمر اللي نقاله السمار بكلامنا احنا، وهو نبات كان ينبت في الأودية وتصنع وينسج منه الحصائر اللي هو الحصيرة. أما عن مكانها جغرافيا فهي تقع ما بين نقطتي 26 درجة و 13 درجة شمال الاستواء، كما يحدها من الشمال إقليم طنطان وأسازاك، ويحدها غربا إقليم العيون، ويحدها جنوبا إقليم بوجدور والحدود الدولية الموريتانية، ويحدها شرقا الحدود الموريتانية والجزائرية. هذه البلاد كانت ولا تزال تعتمد في أحد أنماط عيشها على الري، وهو أول نشاط اقتصادي يعتمده سكان المنطقة منذ الأزل إلى الآن حاضر، نظرا لشساعة الأرض ونظرا لقساوة الطبيعة وشحة المياه وقلة الأمطار التي لا تتعدى 50 مليمتر خلال السنة. كما لا يفوتني أذكر أن مناخها صحراوي جاف قاري حار، جاف صيفا وبارد وجاف كذلك شتاء، ويقدر معدل الحرارة يتراوح ما بين 53 كأعلى حرارة عليا والدنيا 15 في فترة الشتاء. Thank you.
لا عجبت وكيف ينقضي العجب والدهر ذو عجب وصنعه عجب هذه الثمارة لا حي بها ولا ملأ ولا فرح بها ولا طرب ولا بها حلق ذك العظيم تدرسه قوم ولا علم ولا أدب هذا تضلع مشهى العلوم وذا من الحقيقة كالمحروق يلتهب حيران والهان من خمر المعارف لم تسمع له غير ذكر الله يطلب دار بوفق المنى كانت معمرة من غضها يقطف السرور واللعب تبارك الله كم كانت مخدرة هناك تسطرها الأحجاب والستر بنت العفائف ربها النعيم كما تشاء فيها لأرباب الهوى أرب دار بالصحراء من رأى عمارتها فيما مضى ورآها اليوم يعتبر Así lamentó el Sheikh Mael Ainin la destrucción de Esmara a principios de siglo. Fundador de la Ciudad Santa en 1898 y máxima figura religiosa y política del Sáhara, su gran labor consistió en la unificación de las tribus. Los Arabs, guerreros. Los Suayas, hombres de libros. Y los Zenagas, tributarios. Autor de más de 300 obras, se le atribuyen también numerosos milagros. La gesta de construir una ciudad en el desierto, asentada supuestamente sobre bases mágicas y respondiendo en su armónica cuadriculación a acontecimientos misteriosos de sus anales, se vio coronada en la Alcazaba que, además de fortaleza y escenario de las luchas contra los franceses, fue una vastísima biblioteca y foco cultural de todo el territorio. En torno a sus ruinas, en edificaciones de lescas de piedra, se yergue la vieja Esmara. Incólumes, los arcos de la mezquita y los muros del fuerte hablan del pretérito esplendor de aquella urbe de tan breve y azarosa historia, poblada ahora por el recuerdo. Aquí, en África, tenemos el Qadiriyya, y de esta Qadiriyya se deriva lo que se llama el Fadiliyya. Y por encontrarme dentro de esa cofardía, a través del respaldo de mi padre, espero alcanzar lo que se llama en árabe Qutbaniyya, o sea, la santidad. إن الثمارة في أنبائها العبر منها تحيرت الألباب والفكر دار بالصحراء من رأى عمارتها فيما مضى ورآها اليوم يعتبر يقولون أن ما مدت حجرة من حجار بنائها إلا بلا إله إلا الله ويقولون أن الذي المشرف على بنائها بن حاط عشرون المشرف المهندس هو مولاي علي الوجدي ولما أتم العملية كلها قال له الشيخ أنت عرفت تمام الأجرة وجميع الأجرة قال له نعم قال له الشيخ في هذا الصندوق من الذهب إن شاء الله ما يمكن أن نودي عنا الواجب قال له يا شيخ أنا لا أريد ذهبا ولا فضة أنا أريد أن تدعي الله لي أن أكون من أهل الله وأن يختم لله بحسن الخاتمة Desprovistos del calzado, reconcentrados y ceremoniosos, los saharauis hacen sus oraciones diarias con la misma unción con que cumplen el rito del té. Maometana comporta muchas exigencias a sus practicantes. Rigurosa en sus prohibiciones y generosa en sus premios. الدولة الإسبانية أحسن معلمة خلاته هون ذاك المسجد. بدأت شركة من إسبانيا في بنايه سنة 1966 وتم إنجازه ليعود الشهر عشرة والله آخر الشهر عشرة
عام 1969. المسجد زمان اللي بناته اسبانيا كان فيه اخذ ورد، بعض الناس يقول لك ما يصلى فيه بين النصارى، وبعض الناس يقول لك هذا لا للنصارى وانا ما نصلي فيه، وحتى العلماء فيهم اللي جاز الصلاة فيه وفيهم اللي قال انا ما هي جايزة. عقب افتتاح المسجد بسنة جاء سطليو اللي معروف كان في الدورة، وعاد هو الحاكم اللي حاكم عليه المنطقة اللي هي تابعة للسمارة كاملة، كيف حوزة وجدارية والمحبس والتفاريت. والغريب في أنديانا يتم ضابط ماشي مع العسكر إلين الحق الظهر والعصر يقول لهم صلوا ولا يعجلهم عن الصلاة، والصيام كذلك. وهنا خاصة في الساقية الحمراء ونواحيها يكون المسلم والمواطن بطبيعة صيرورة حياته اليومية صوفي، لأنه لا يرى إلا هذه السماء الخضراء والنجوم، وهذه الشمس تشرق، وهذه الأرض السمراء، وهذه الشواطئ الذهبية. فهو إذا ذكر الله بعيد عن الضجيج، بعيد عن المغالاة في الحياة، بعيد عن المنافسات. فطبيعة الصحراء هي مربية في حد ذاتها، مربية في حد ذاتها، لأنك كل ما خولت بنفسك وبربك وذكرت الله إلا نالتك من أسرار الله ومن قرب الله الحظ الأوفر، لأنك أنت في الصحراء في خلوة مستمرة. هذا كذلك يجرنا إلى هذه المنطقة، إن قيل عنها إن عاصمة الصحراء العلمية والروحية، فهذا كذلك يشهد عليه الزوايا الموجودة في المنطقة وهذه الأولياء الذين كانت لهم بصمات في هذه البلاد، وكراماتهم والحديث عنهم قد لا يدون، لكن الأهالي والمشايخ والأجداد يتحدثون عنه. وسنذكر المعالم التاريخية اللي موجودة في منطقة السمارة، وزاوية الشيخ مألعنين القائمة هنا، ومعالم تاريخية ودينية ما يمكن أن نذكر أنها موجودة ولها أكثر من دور. زاوية الشيخ سحم العروسي، والزوايا كزاوية الشيخ سحم القيبي، وآخر. الحكمة الإسبانية، وهذا يعرف الكثير من الأشخاص أكبر مني سناً واللي متقاعدين معايا، أنهم كانوا يهتمون بالتراث أكثر من سواه، لأنهم خلفية العرب أنهم بقوا هناك ما يقارب 800 سنة، خلفية جات في عقولهم أنهم يهتموا بالتراث وبالثقافة. التراث يعني في كل أشكاله، خاصة هذه الأحجار القديمة اللي كانت تزخر المنطقة بها.
تعد النقوش الصخرية تعبيرا فكريا قديما عبر من خلاله الإنسان عن ما جذب اهتمامه، عن عاداته، عن تقاليده، عن حياته اليومية. ويعد الإقليم السمارة من أهم المواقع لهذا الفن، حيث يحتوي على أكثر من 44 موقع لهذه النقوش. اكتشاف هذه المواقع على إثر ضباط إسبان، منهم الضابط الذي كان مسؤول عن المطار، هذا المطار الذي كان يتواجد في موقع العصلي بوكرش، الضابط هيرارا. بعد هذه الاكتشافات من طرف هؤلاء الضباط، أتى باحثون إسبان منهم سانتا أويالا، وكما أخذ هذا الميدان السبقة المنهجية من طرف السيد الباحث العالم الباحث الماغرو مارتين باش، الذي أنجز عملا هام في هذا المجال الذي صار مرجعا لكل الباحثين في هذا الميدان. Los grabados rupestres, al tiempo que una alta expresión artística, son inventarios zoológicos de extraordinario rigor. Sobre la dúctil pizarra, el punzón ha dejado con ingenuidad y simbolismo un definitivo testimonio de otro tiempo. أبدع الفنان هذا الفن، هذا الفن بعدة طرق، فيها عملية الصقل، تقنية الصقل وتقنية النقر، كما تعدد الأساليب فيها كأسلوب تازينا، أسلوب البقريات، أسلوب الليبي الأمازيغي. وهو فن يعطي معلومات ثمينة في الأنثروبولوجيا، في التفاعلات البيئية، في الاقتصاد، في التطور التكنولوجي، في تطور الفن، في التاريخ، إلى غير ذلك. فهذه النقوش تعبر عن حضارة سادت ثم بادت في هذه البلاد، وهي ترجمة للعمل الاقتصادي والاجتماعي الذي كان آنذاك 4000 سنة قبل الميلاد. وهذا يوحي بأن هذه البلاد بكل المقاييس هي بلاد تاريخية وبلاد شهدت حضارات، وإن كانت هذه الحضارات تراها على الصخر خربشات أناس، لكنهم مروا من هنا. إن الثمارة في أنبائها العبر، منها تحيرت الألباب والفكر، دار بالصحراء من رأى عمارتها فيما مضى ورآها اليوم يعتبر. Esta es la tierra de los hombres azules. Un extenso arenal interrumpido por pedregales, por sombras de ríos secos, por memorias de culturas ancestrales, dominado por el viento y la soledad. Y esta, su esperanzada oración de siempre. Alá manda la lluvia y el Sáhara da la hierba.
هي سمارة إذن عاصمة الأطلال والكتب والدين والعلم، مدينة برغم التحديات استطاعت الصمود أمام أجيال تعاقبت عليها على مر العصور لتكون مدينة حكاها التاريخ أم تاريخها يحكى.